الحارة وضعت مواساتنا الصادقة مبتهلين إلى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومرضاته. بكثير من التأثر وبقدر كبير من الوفاء، الوفاء للتاريخ والوفاء لعطاء وطني غيور ومناضل تقدم ويسار كبير يخلد اليوم حزب تقدم الاشتراكية الذكرى الأربعينية لوفاة المناضل الوطني الغيور والفاعل السياسي اليساري التقدمي والإعلامي الكبير والمناضل الحقوقي خالد الناصري رحمة الله عليه. ونحن نحيي هذه الذكرى الأربعينية، نستحضر كل ما كان للفقيد من عطاءات جليلة منذ الستينيات من القرن الماضي، حيث التحق بالحزب الشيوعي المغربي وقضى عمره السياسي بكامله في صفوف هذا الحزب، ثم حزب التحرر الاشتراكية، ثم حزب التقدم الاشتراكية. وخالد الناصري من المناضلين الذين بصموا مرورهم في الحياة السياسية والإعلامية، حيث كانت له إسهامات على مستوى النضال من أجل الوطن ووحدته الترابية، كانت له إسهامات من أجل الديمقراطية والبناء السليم لهذه الديمقراطية، كانت له إسهامات كبيرة في الدفاع عن حقوق الإنسان حيث كان من مؤسسي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وترأسها لفترة، وكانت له إسهامات إعلامية باللغتين العربية والفرنسية بشكل متألق جدا، كما كان الرجل من قيادي حزب تقدم الاشتراكية ومن الرسميين على المستوى الحكومي وعلى المستوى الدبلوماسي، إضافة إلى أن خالد الناصري كان إنسانا طيبا وصديقا كبيرا ورجل بقدر ما اهتم بحياته النضالية بقدر ما اهتم بحياته الشخصية وبأصدقائه. في هذه اللحظات نستحضره ونترحم على روحه الطاهرة. هذا التكريم بالنسبة لنا حنايا يأتي في إطار عدد كبير من التكريمات، على رأسها تكريم صاحب الجلالة الذي أتانا برسالة سامية في حق فقيد الذي أفنى عمره في سبيل هذا الوطن وفي سبيل عدد من القيم التي تبقى على عاتقنا نحن كأبنائه. هو كان أب لنا وأب لعدد من الناس الذين تابعوه واستمعوا إلى خطابه وإلى قيمه وإلى كل ما أتى به. وبالنسبة لنا حنايا سي اون تري غراند ايموسيون، لأنه كيبقى رجل غيبقى دائما حاضر بيننا بكل ما أتى به. بطبيعة الحال حنايا كيبقى على عاتقنا نكملوا المشوار تاعو، واخا المهنة ديالو مختلفة على المهنة ديالنا حنايا، ولكن كيف ما قلت القيم اللي أتانا بها من تسامح ومن انفتاح ومن علم ومن معرفة وفقه، بالنسبة لنا حنايا كيبقى ديما كيجري لنا في الدم ديالنا كقيم جد مهمة. وأن يعودكم عن فراقه الصبر وحسن الحال.